بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. النهاردة هنلخص المحاضرة إن شاء الله الأخيرة من كورس CPS، كورس Certified Fire Protection Specialist، طبعا أعلى شهادة وأعلى اعتماد من NBA. هناخد فيهم سيكشن 11 وسيكشن 12. سيكشن 11 بيتكلم عن Fire Suppression Without Water، أو أنظمة الإطفاء بدون استخدام المية، زي أنظمة الـ CO2 System أو Carbon Dioxide، وأنظمة الكيميكال ايجنتس زي الدراي باودر، دراي كيميكال ويت كيميكال، وأنظمة الفوم، وأنظمة الفاير اكسكشر، وأنظمة الهالون ريبليسمنت اللي هو كلين ايجنتس. وسكشن 12 بيتكلم على كونفايننج فايرز أو احتواء الحريق. تعمل كونفايننج فايرز ازاي؟ بطريقة باسيف، إنك بتعمل حيطان مثلا فاير باريرز أو فلورز أو روف وسيلينج، كل دول بيتسموا يا إما هوريزونتال يا إما فيرتيكال باريرز، أو عن طريق بقى انتريور فينيش زي الفلور والسيلينج لايننج والوول، يبقى ليهم كلاس A وبي وسي عشان برضو ما يساعدوش على انتشار اللهب أو سرعة انتشار الدخان. والطريقة الأكتيف اللي هي عن طريق السموك مانجمنت أو السموك كونتينمنت سيستم. فحسب برضو الـ NBA CPS Candle Book Section 11 اللي هو Fire Suppression Without Water، ده عليه في الامتحان 5 أسئلة، و Section 12 اللي هو Confining Fires عليه برضو 5 أسئلة. بس احنا في الكورس زي ما احنا متعودين بنلخص الحاجات دي بصورة سهلة جدا. Section 11 عليه في الامتحان 5 أسئلة، فأول حاجة فيها هناخدها هي الـ CO2 System. طبعا الـ CO2 هو أصلا موجود في الهواء الجوي بس بنسبة ضئيلة جدا، حوالي 38%. لما النسبة دي بتزيد لحد 6% أو 7% يبدأ يبقى ليها adverse effect على الإنسان. وإحنا في الحريق محتاجين الـ CO2 تكون نسبته من حجم الهواء اللي في الغرفة 34%، يعني نسبة كبيرة جدا وخطر جدا على الإنسان، بتموته على طول. فعشان كده دايما في الأنظمة اللي فيها الـ CO2 مش بتلاقي فيها تواجد للإنسان. أوكي، وطبعا الـ CO2 ممكن يكون total flooding، يعني غمر كامل عن طريق مثلا سلندر اندر بريشر لحد 50 بار مثلا، مع بايبنج ونوزلز ونظام ديتكشن، يا اما عن طريق لوكال ابلكيشن انك بتحط نوزل بقى على المكان اللي انت عايز تطفيه، المعده اللي انت عايز تطفيها. ممكن برضو عن طريق هوز سيستم. وفي حاجه مهمه جدا اسمها flooding factor، دي بتجيبها عن طريق design consideration اللي قلنا عليها، بتخش فيها التيبل تجيب الـ flooding factor حسب حجم الغرفه، تروح ضربه بحجم الغرفة يديك كمية الـ CO2 اللي أنت عايزها. وتاني حاجة خدناها هي الـ Chemical Extinction اللي هي الـ Dry Chemical أو الـ Wet Chemical. طبعا الـ Dry Chemical بقصد بيها البودرة أو الكيميكال اللي بيطفي الحرايق، سواء عندك حرايق A أو B أو C أو D أو K. طبعا لو هي الطفاية مثلا أو النظام بيستخدم لأكتر من حريق بيكون اسمه Multi Purpose. أوكي، بتكون في طبعا مادة اسمها المونو أمونيوم فوسفيت، دي بتخش في تركيب البودرة عشان تطفي أكتر من نوع حريق سواء A أو B أو C مع بعض. بس طبعا لو عندك نوع حريق مثلا زي الميتلز، ما ينفعش مثلا تطفيه بطفاية فيها كلاس A B C D، طبعا ممكن دي أصلا تتفاعل مع المعادن وتزود الحريق ما تطفيهوش. والويت كيميكال بقى بيستخدم دايما في حرائق المطابخ المركزية أو كوميرشال كيتشنز، زي ما انتوا شايفين في الصورة، حسب ما الدفاع المدني وحسب الكود بتاع البلد اللي انت فيها، حسب مثلا بيقول لك حسب طول الهود اللي عندك في الكيتشن بتركب نظام أو ما تركبش نظام. لو هتركب نظام يكون هو عبارة عن سلندر مركزية كده، وعندك بايبنج اللي بيطلع فيها الويت كيميكال، وعندك ديتكشن سيستم عن طريق مثلا هيت ديتكتور أو عن طريق الفيزيبل لينك، وعندك برضو بايبنج بيطلع من اللوحة أو بيطلع من السلندر كنترولر يتوصل بالجاز بايبنج عشان يعمل لها شت أوف في حالة لو النظام استخدم. والدراي كيميكال ممكن برضو يكون نظام مركزي توتال فلادنج، عندك مثلا غرفة فيها فليمبل ليكويدز وحط مثلا بره سلندرات مع بايبنج جوه برضو يطلع على طول البودرة أو الكيميكال في حالة الإطفاء، أو عن طريق مثلا الهوز هيد سيستم زي كده الصواني الشمالية الكبيرة كان فيها مثلا جوه دراي باودر وفيها هوست سيستم. وتالت حاجة خدناها الفوم، وقلنا الفرق بين الفوم والفوم كونسنتريت والفوم سوليوشن. طبعا الفوم كونسنتريت بقصد بيها الفوم المركز نفسه. اوكي،
لكن فروم سوليوشن لما يختلط مع الميه حسب النسبه بقى، عندك 1% 3% 6%، وعندك بقى الفوم اللي هو المنتج النهائي اللي بيطفي الحريق ده بعد ما اخلط الفوم سوليوشن مع الهواء عن طريق حاجه بقى اسمها اكسبانشن. هل هو لو اكسبانشن، ميديوم اكسبانشن، ولا هاي اكسبانشن؟ ممكن من اول 20 لحد 2000 مره. وعندك برضو حاجه مهمه اسمها الفوم دينستي او ابلكيشن، والابلكيشن تايم دي بقى عن طريق كيرف داون حسب الحريق اللي انت بتطفيه. تخش على ان بي 11 اوكي، بتجيب منها كل الحاجات الخاصه بالفوم سيستم، او ان بي 16. وعندك برضو المونيتور، بيكون المونيتور ده اللي بيطفي الحريق، بيكون مثلا حاجه ثابته او حاجه متحركه. وعندك حاجه اسمها الخلاط او البروبرشنر اللي بيخلط الميه مع الفوم عن طريق بامبنج او عن طريق انديوزد زي البنشوري. وطبعا برضو الفوم تايب في منه كذا حاجه، في اي تريبل اف، وفي تريبل اف بي، وفي اف بي، وفي بي، وفي ار، حسب بقى انت بتطفي ايه بالظبط. هل مثلا هانجر طيارات، ولا هل خزانه وقود، او مثلا غرفه فيها فلو وليكودز، وات ايفر يعني. وخدنا بقى كده فوائد الحريق، وقلنا زي ما اتكلمنا على الدراي باودر من شويه او الدراي كيميكال، قلنا عندك كذا نوع، يا اما اي او بي او سي او دي او كي، طبعا بتبقى حسب نوع الحريق نفسه انت هتطفي ايه بالظبط. حسب هتطفي مثلا كلاس اي ولا كلاس بي ولا سي ولا دي ولا كي، بتخش على التيبل هنا مثلا بتشوف المسافات بين كل سلندر والتانيه عشان تغطي مساحه معينه في المبنى. دي اهم حاجه. وتاني حاجه مهمه، هل الطفايه دي فيزبل ولا مش فيزبل، هل انت شايفها بعينك ولا لا. فلازم تكون فيزبل واكسسبل. فيزبل يعني انت شايفها بعينك، واكسسبل يعني انت ممكن توصل لها بسهوله. فلازم مثلا يكون ارتفاعها على الارض البوتوم بتاع السلندر ما يزيدش ما يقلش سوري عن 10 سم، والتوب اوف سلندر حسب بقى وزن الطفايه، هل هي مثلا 18 كيلو او اقل من كده. لو اكتر مثلا 18 كيلو تبقى مثلا ارتفاعها ما يزيدش مثلا عن 1 متر. لو مثلا اقل من كده يبقى ارتفاعها ما يزيدش عن 1.5 متر. وعندك برضو بتعمل لها مينتنس ازاي وتست ازاي، في حاجه اسمها هايدرو تيست ليها حسب نوع السلندر نفسها، حسب مانيفاكتشر ريكومنديشن، بيقول لك مثلا كل 5 سنين او كل 10 سنين او كل 12 ييرز. اوكي. وخدنا بعد كده كلين ايجنتس، وقلنا هم نوعين رئيسيين، يا اما هالو كربون يا اما انرت جاز. هالو كربون يعني عندك هيدرو كربون شلت منه ذره هيدروجين او اثنين او ثلاثه، وحطيت مكانهم فلورين او كلورين، يعني حاجه هالوجينيتد، حاجه خاصه بانظمه الهالون سيستم، مش كده بتسمى هالو كربون مش هيدرو كربون. والانرت جاز بقى هو الغازات الخامله زي النيتروجين، الارجون، الانرجين. عندك اهم حاجه تعرف فيها ديزاين كونستليشن، فمثلا عندك في الاف 200 اللي هو نوع من انواع الهالو كربون بتكون مثلا نسبه من 7 9%، ما ينفعش تزود عن كده عشان في حاجه اسمها النول واللول اللي هي نسب السامه للانسان. وعندك كميه الكنيجنت نفسها بتجيبها عن طريق معلتين الشهادتين دول، طبعا في ان في اي 2001 بتجيب كميه الكنيجنت عن طريق المعادله اللي فوق هنا، وكميه انرت جاز عن طريق المعادله اللي تحت. فالمعادله اللي فوق خاصه بالهالو كربون، واللي تحت خاصه بالانرت جاز. وطبعا معلومه مهمه جدا تعرفها، ان التمبريتشر ليها عامل جوهري هنا، بتكون دايما هنا حسب النورمال تمبريتشر اللي هي 21 سلسيوس. لو التمبريتشر قلت عن كده لازم تزود كميه كلين ايجنتس. وحاجه برده مهمه اسمها الماكسيمم ديشارج تايم، هل انا مثلا هفضي الابواب كلها في قد ايه عشان تبقى الحريقه، عشان يطفي الحريق بنظام كفء يعني. مثلا عندك في الاف 200 بيكون 10 ثواني، لو عندك انرت جاز بيكون 60 سكند او دقيقه. وزي ما قلنا في حاجه اسمها النول واللول، وبتخش برده على التيبل تجيب الاسم بتاع الايجنت دوت. فعندك مثلا اف 200 ده مثلا اسمه التجاري، بس اسمه الكيميائي اتش اف سي 27 اي. عندك مثلا انرجين ده برده اسم التجاري بتاعه، بس هتلاقي مثلا اسمه الكيميائي اي جي مثلا 541. وعندك تيبل فيه كومباريزون بين كل نظام والتاني من حسب كفاءته، حسب استخدامه، المساحه اللي ممكن يغطيها، وسعره قد ايه، عشان برضه المالك بيبقى عايز يعرف الاسعار بين كل نظام والتاني. وسكشن 12 قلنا اتكلمنا فيه على كونفايننج فايرز، عرفنا يعني ايه كونفايننج فايرز، انك تعمل احتواء الحريق انه ما ينتشرش من مكان لمكان، قلنا عن طريق باسيف او عن طريق اكتيف سيستم. عن طريق باسيف يبقى عن طريق كونستراكشن فيتشرز،
زي مثلا بنعمل فاير ريزيستنس للوول والفلور والسيلينج او الروف او الدور نفسه. وقلنا قبل كده في عندنا بنعمل تيست دي عن طريق ستاندرد تمبريتشر تايم كيرف. انا بدخل العينه عندي الفرن واحط عليها اللهب او النار واشوف الناحيه الثانيه التمبريتشر بتوصل لكام، او عن طريق بقى الانتريور فينش اللي هو السيلينج او فلور او الوول، يا اما كلاس اي او بي او سي طبعا حسب استم وحسب اليو ال. عندك الفليم سبريد اندكس لو مثلا من 0 ل 25 يبقى كده كلاس اي، لو من 26 ل 75 يبقى كلاس بي، اكتر من كده يبقى كلاس سي. طبعا هنا عن طريق سموك ديفلوبمنت اندكس هتلاقي نفس الرقم من 0 ل 40. طبعا عندك تيبلز خاصه بالوول والسيلينج لوحده وتيبل خاصه بالفلور فينش لوحده. وخدنا برضو السموك مانجمنت والسموك كونتينمنت. قلنا الفرق بين السموك مانجمنت والسموك كونتينمنت، السموك مانجمنت بقصد بيه بعمل اكستراكشن للسموك من الاماكن الكبيره زي الوير هاوس والاتريوم بعوضها بميك اب اير، لكن السموك كونتينمنت بعمل فرق في الضغط بريشرايزيشن زي مثلا السلم والاليفيتور والزونز فلور، مثلا فلور اللي فيه الحريق بعمل له اكستراكشن واللي فوق منه تحت منه بعمل لهم بريشرايزيشن عشان يمنع انتشار السموك. فده الفرق الجوهري بين السموك مانجمنت والسموك كونتينمنت. ولو بتعمل مثلا سموك كنترول في تانلز او سب واي بيبقى اسمه اير فلو. فالسموك مانجمنت ممكن اسميه دايلوشن والسموك كونتينمنت ممكن اسميه بريشرايزيشن. وخدنا بعد كده حاجه اسمها بريشرايزيشن سيلينج، في منهم ثلاث انواع رئيسيه، يا اما الثرو يا اما البريمتر يا اما الجوينت. قلنا الثرو دوت اللي هو خاص بالفاير ستوب، لو عندك مثلا دكت معدي او بايب معديه في فايرة الوول فلازم اعمل لها في الفتحه اللي هي بحط فيها الدكت او بحط فيها البايب يبقى في عندك كليرنس، لازم اقفله بفاير ستوب. يكون ليه حاجه اسمها اف ريتنج وتي ريتنج وال ريتنج. اف ريتنج يعني التايم مثلا هيستحمل ساعتين ثلاثه اربعه بحيث ان الحريق ما ينتشرش الناحيه الثانيه او ما ينتقلش الناحيه الثانيه الفليم او الفاير. تي ريتنج يعني معناها التمبريتشر الناحيه الثانيه مش هيزيد مثلا عن رقم معين، لو مثلا عندك هنا في الحاله اللي عندنا تي ريتنج ما يزيدش عن 163 سلسيوس. لكن بقى التي ريتنج ال ريتنج معناها الليكج، انه ما يعديش السموك او الهواء الناحيه الثانيه، يعني مثلا كام سي اف ام يكون في المربع. وتاني سيستم اللي هو اسمه بريمتر، ده اللي خاص بقى عندك بالسلاب والفلوش، سوري السلاب عندك والكرتن وول او الوول. في بينهم كليرنس لازم اقفله برضو عن طريق فاير ستوب مثلا مورتال كونكريت وات ايفر. وتالت نوع عندك اللي هو الجوينت سيستم، ده بقى خاص بالسيلينج مع الوول او الوول مع الفلور، برضو لازم ما بينهم يكون في فاير ستوب. وعندك هنا مثلا الفاير ريتنج للوول والدور، لو عندك مثلا الحيطه في اكزامبل ساعه ونص ساعتين يبقى لازم برضو الدور يكون ساعه ونص، لو عندك حيطه ساعه بالدور ساعه، مثلا حيطه ساعه يبقى حيطه يبقى الدور تلات أرباع ساعة. أوكي؟ خدنا الـ Type of Construction قبل كده، خدناها في محاضرة رقم واحد، قلنا عندنا 5 main types، يا إما 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5. قلنا أول 2 type اللي هم 1 و 2 دول combustible، سوري non combustible يعني مش بيشتعلوا. والـ types اللي هم 3 و 4 و 5 دول اسمهم combustible construction types. وبعد كده بقسم الخمسة دول بيطلع منه كل واحد اكتر من فاير ريتنج او فاير ريزيستنس. عندي خمسه مين تايب وعندي 10 سب تايب اللي هم فيهم الثلاث ارقام 442 مثلا 443 مثلا تريبل 2 تريبل 0 تريبل 1. فالفيرست ديجيت او رقم واحد او الرقم فيهم ده بيعبر عن الفاير ريزيستنس للبيرنج وول اكسترنال، والرقم الثاني بيعبر عن الكولم اللي بيشيل اكتر من دور فوق منه، والرقم الثالث بيعبر عن الفاير ريزيستنس بتاعت الفلور نفسه. فدي حاجات مهمة جدا لازم أي مهندس شاطر يكون فاهمها. وخدنا برضو التيبلز اللي فيها كونستراكشن تايب، كنا بيجي امتحان عليها أسئلة كتير، يقول لك مثلا التايب مثلا 1 443 يقول لك مثلا الفور دي معناها إيه، تبقى أنت عارف إن أول رقم مثلا خاص بالإيه؟ الإكسترنال وول البيرنج، تاني رقم خاص بالكولم، تالت رقم خاص بالفلور. وعندك هنا الحاجة اسمها الروف كفرنج كلاس A وبي وسي، كلاس A هو أحسن حاجة أعلى حاجة في الميجور فايرز، وكلاس C أقل حاجة في اللايت فايرز. وكده خلصنا المحاضرة رقم الستة الأخيرة. وإحنا قلنا قبل كده مراجعة على كل المحاضرات من أول واحد لحد خمسة، ممكن برضه على السريع نبص عليهم.
وطبعا الكورس عبارة عن 6 محاضرات من 15 ل 20 hours. مثلا محاضرة رقم واحد هنا خدناها كانت عبارة عن safety in built environment وال basics of fire and fire science. خدنا فيها الكود والسندر، يعني ايه ISDO، يعني ايه SDO، يعني ايه compartmentation وال enforcement للكود والسندر وال occupancy classification وال type of construction. خدنا هنا مثلا الريد تاج والبيرميت والورنت والسيرتيفيكيت واللايسنس، الفرق بينهم ايه. وخدنا هنا الفاير باريرز الهورزونتال والفيرتيكال، وخدنا مثال هنا على الفاير سيفتي دروينج، وخدنا برضو ازاي بنكتب كميه الميه عن طريق الهيدروكوكليشن السبرينكلر ساند بايب. وهنا خدنا الطريقه في كونستراكشن من ايون 1 لحد 5. وسكشن 2 خدنا فيه البيزكس اوف فاير اند فاير ساينس، عرفنا فيها يعني ايه كومباشن، يعني ايه بايروليسيس، يعني ايه بري ميكسد، يعني ديفيوجن فليم، الفرق بينهم ايه. خدنا الكوندكشن الكونفكشن راديشن كهيت ترانسفير، وخدنا انواع الفاير كونفيجريشن زي البول فاير الوول فاير البارل فاير والكولنر وول سيلينج، والفرق بينهم وبين الراديشن والكونفكشن والكوندكشن. وخدنا برضو السمولدرنج كومباشن والفليمنج كومباشن، الفرق بينهم ايه. خدنا الثيرمال انرشيا معناها ايه، حاصل ضرب الثيرمال كوندكتيفيتي في الدنستي في الهيت كاباستي او سبيسيفيك هيت، وعرفنا ازاي بنعمل ميجرنج الهيت ريليز ريت عن طريق الكون كارامتر. وخدنا الفلاش اوفر قلنا معناه ايه، وتو كونديشن عشان يحصل عندي فلاش اوفر تكون التمبريتشر الابر لاير جازس 600 سيلسيوس، والهيت فلوكس اللي بيطلع يكون معدي ال 20 كيلو وات للمتر مربع. وخدنا برضو فايل كلاسيفيكيشن بيزد على الجروث او بيزد على كومباشن او بيزد على الفنتليشن او بيزد على الستيج. قلنا يعني فيول كنترول، يعني بتنشا كنترولز، قلنا يعني ايه فاير جروينج ستيدي ستيت يعني ديكي. خدنا علاقه بين الكالر اوف فليم والتمبريتشر، ودي كانت محاضره رقم واحد. ومحاضره رقم اثنين خدنا فيها سيكشن 3 و 4، اتكلمنا على الانفورميشن واهميتها في الفاير عشان تحسن من الكود كل سنه. خدنا يعني فاير ريسك اناليسيس اسيسمنت quantitative qualitative. وخدنا سيكشن 4 human behavior واتكلمنا عن مين ايجرس. فاول حاجه هنا في سيكشن 3 خدنا يعني بيرلز والهارب، وعرفنا ازاي بعمل تيست سواء عندك في الهيت ريليز ريت زي الكون كارامتر او الدماشيوس تيست الخاص بالدفاع المدني. وخدنا الفرق بين الريسك اسسمنت كوانتيتيف كواليتيف، قلنا كوانتيتيف زي ايفنت تري وكواليتيف زي ريسك ماتريكس. وخدنا الانكلوجر فاير ديفلوبمنت باربع مراحل مختلفه، وعرفنا الفاير سايز وعلاقته بالهيت ريليز ريت او الانرجي ريليز. عندك مثلا هنا الجازولين والكيروسين والديزل، وكل ما تزود الهيدروجين يبقى كده بيخف فبيطلع كميه هيت ريليز اعلى بكتير، يعني عكس الكربون بالظبط. وخدنا برضه الفيرتيكال سورس هنا بقيسها ازاي اوريجينال فيرتيكال سورس عن طريق معادله شكري لوسن. وسكشن 4 خدنا فيه هيومن بيهيفير، اتكلمنا عن مين فيجرس، خدنا البروسس المختلفه اللي الانسان بيدرك بيها الحريق وبياخد قرار فيها. وخدنا المينز اوف اويرنس او الفاير سيجنتشر، زي مثلا واحد بيشم السموك او واحد بيسمع دوشه او واحد بيشوف السموك بعينه او بيشوف فاير بعينه. عرفنا ازاي بنعمل ازاي موديلنج عشان نحسب منها اي ست عن طريق مثلا الهيت اكسستي السي او اتش سي ال اتش سي ام، وعندك الهيت ريليز ريت قد ايه اللي هو التنبل لحد 2.5، والامبنت تمبريتشر والسموك لاير هايت قد ايه. وبعد كده بروح اجيب الار ست ازاي عن طريق الايفاكويشن تايم زي ما خدناها قبل كده. عندك ترابل ديستانس، عندك كومن باث، وعندك الالارم تايم ديكشن تايم ريجنيشن تايم، الفرق بينهم ايه. وخدنا في ميزه اوف اجريس الفرق بين الهورزونتال وبين الانكلاينز، سواء مثلا هورزونتال زي مثلا الكوريدور والرامب والايلز والدور، والانكلاين زي الستيركيس. وخدنا الميزه اوف اجريس زي الاكزيت اكسس والاكزيت نفسه والاكزيت الشارج، وبقى ازاي بحسب اوكيومنت لود فاكتور والكباستي فاكتور، وبجيب ازاي الترابل ديستانس والكومون باث والاند حسب نوع المبنى وحسب فيس بينكل والرقم التيبل دوت. خدنا عرفناهم يعني ايه الدبل ديستانس والكومن باس،
ودول اند خدنا اشكالهم هنا، خدنا برضو فيديو نتكلم عليهم. ودي كانت محاضرة التانية. المحاضرة التالتة اتكلمنا فيها على تو سيكشنز، الفاير بريفنشن اللي خاص بالماتيريال والفاسيلتي فاير هازارد مانجمنت. خدنا أول حاجة في الفاير بريفنشن اتكلمنا على المواد المختلفة، خدنا البيرنينج سيرفيس والبيرنينج بيهيفير دورينج تيست، وخدنا هنا أنواع التيست المختلفة. لو عندك مثلا الدريل فينش خدناه قبل كده، تحسب منه الـ FSI الـ SDI اللي هو الفليم سبريد اندكس والسموك ديفلوبمنت اندكس والكون كيلومتر تيست عشان الهيت ريليز ريت. خدنا الكيرف الشهير بتاع التايم والتمبريتشر، وهنا خدنا في الخشب في حرائق الوود. اهم حاجه عندي نسبه الرطوبه اللي فيه، كل ما زود الرطوبه في الخشب بيقل عندك الاجنيشن ويقل عندك الهيت ريليز ريت. وخدنا حرائق هنا الابهولستر ديفلشر والماتريس، خدنا الانترلاينر بيأثر ازاي على كميه الاشتعال كميه الهيت ريليز ريت. وخدنا هنا حرائق الميتلز والهازر بتاع الدست واهميته عشان ممكن يحصل عندك اكسبلوجن، وخدنا انواع اكسبلوجن مختلفه، عندك ديتونيشن وعندك ديفريجريشن والفرق بينهم ايه في سرعه الصوت. خدنا هنا بلاك كاردز او اليو ان كلاسيفيكيشن للفلامبل جازز، خدنا بوليمرز فاميلي زي الثيرموسيت والثيرموبلاستيك والاستيرمر، وخدنا في الابلاش رينج اللي بيحصل فيها بس اشتعال، عندك الابر ليميت فوق منها ما يحصلش واللور ليميت تحت منها ما يحصلش اشتعال. وخدنا الايروسول وعرفناه وقلنا ازاي كميه المياه في السبرينكلر لو كان متخزن في باليت او متخزن في راكات. خدنا الكفر بتاع الكيبلينج وخدنا المينيمم الاوبل سايز للكونتينر. وخدنا ريفريجرنت سيفتي جروب حسب الفلمابيلتي وحسب التوكسيستي، عندك كابيتال ليترز عندك ارقام. وبعدين سيكشن 6 اتكلمنا على الفاير هازارد مانجمنت، خدنا فيها سيارات دفاع مدني، خدنا اوشا ريجوليشن، وقلنا سيارات دفاع مدني او المطافي بيكون فيها بامب وفيها سلم وفيها هوز اوكي، وعندك بامب كاباستي كام جي بي ام وكام بي اس اي. وخدنا البي اي بي او بنس بلاننج سيرفي، وخدنا مرحلة مختلفة وأهميتها في الإمرجنسي. ودي كانت المحاضرة الثالثة. والمحاضرة الرابعة خدنا فيها تو سيكشن، سيستم أبروتش أو الأوكيبانسي كلاسيفيكيشن والفاير ريسكيو سيرفيس. فخدنا في الأوكيبانسي كلاسيفيكيشن أنواع مختلفة للمباني. خدنا أول حاجة البورد أوف كير، وخدنا الديولينج يونت سنجل ودبل. خدنا لازم يكون عندي قلنا اقل حاجه تو مينز اوف اجريس، واحد برايمري واحد سكندري. برايمري عن طريق الدور والسلم، وسكندري عن طريق الشباك بس تكون مساحه الشباك اقل حاجه نص متر مربع. وخدنا المانفاكشرز هوم والفرق بينها وبين المودولر هوم، دي بتكون مباني او بيت جاي جاهز من مصنع، تو سكشن او سنجل سكشن، وان فلور او تو فلور، لكن المودولر هاوس ده بيجي يتجمع عندك في السايت. طبعا خدنا كل انواع مبنى والديث والانجري اللي حصل فيها، نسبه الوفيات ونسبه الاصابات. وخدنا الوير هاوس والستورج تصنيفه، عرفنا يعني ايه راك ويعني ايه باليت ويعني ايه ايلز. وخدنا الايدل باليتس. وعرفنا يعني ايه الساوند ستيج اوكيبانسي. وخدنا سبيشال ايكويبمنت سوري سبيشال اوكيبانسي زي الممبرين والمخيمات والطورات والاوبن ستراكشر والمولات. ودي ان بي اي مش بيصنفها مش بيعمل لها ديزاين، انت اللي بتعمل لها ديزاين كاونر او كاستشاري. سكشن 8 خدنا فيه الفاير ريسك سيرفيس، وقلنا الدفاع المدني دلوقتي حديثا ما بقاش بس بيطفي، لا لازم يكون متعلم وعنده خدمات طبيه. وخدنا الاديوكيشن بيبدا من اول الموتيفيشن للشورت ميموري للونج ميموري بعدين ابلكيشن. وخدنا البي بي اي والسيزبا الخاصة بالتنفس الصناعي، واللي بيحكمها السلندر بتاعتها هي منظمة دي او تي مش اوشا. وطبعا خدنا هنا عندك حاجة اسمها الـ EMS او الـ Emergency Medical Service. هنا عندك
بقى عندي 5 ايز بدل 3 ايز. كانت الاول education, enforcement, engineering, حط عليها emergency response, economic incentives, وبرده في حاجه اسمها brain planning, size up, اللي هي اختصارها هنا في الكول was built, اللي هي الكول اللي هي معناها هنا construction, occupancy, والابارتس واللايف, والووز هنا معناها الووتر والاوديري ابلانس او السيستم المساعد, وعندك الستريت نفسه او السايت, والويلث اللي هي هنا عندك الويذر والاكسبوجر والاريا واللوكيشن والتايم والماتيريال نفسها. وقلنا الاي ام اس اللي هي امرجنسي ميديكال سيرفيس, خاصه الدراما دلوقتي كله بقى بيتعلمها, وعندك سيارات اللي فيها اجهزه القلب والتنفس والسكر والضغط. ودي المحاضرة رقم 4. المحاضرة رقم 5 خدنا فيها جزء مهم جدا اللي خاص بالدكشن ارم الووتر بيس سيستم. خدنا في الدكشن عرفنا عن ايه السيركتس انيشيتنج نوتيفيكيشن سيجنالينج. خدنا السيجنالينج خدنا فيها 3 تايبس اللي هم الارم سوبرفايزري وترابل. عرفنا عن ايه باور سبلاي برايمري وباور سبلاي سكندري, بنحسبه ازاي ولازم يشتغل في خلال 30 ثانية. وخدنا ساعة البطارية بنحسبها ازاي عن طريق 24 hours 5 minutes او 24 hours 15 minutes لو عندك voice evacuation system. وخدنا فرق بين الكلاس A والكلاس B. وخدنا السوبرفايزنج يا اما سنترال يا اما ريموت او بروباتري. وخدنا فرق بين الادريسبل سيستم والكونفشنال سيستم. وخدنا انواع الديكشن, عندك هيت ديكشن وعندك سموك ديكشن, عندك في الهيت فيكس التمبريتشر او عندك ريت اوف رايز, وعندك في السموك طبعا انيزيشن, وعندك فوتو الكتريك, وعندك الفيديو طيب, سواء كان عندك سبوت او لاين او بيم. وخدنا القاعده 6 دي بي رول, حسب البعد عن المصدر كل ما تتضاعف المسافه بتقلل النويز او الصوت بمقدار 6 ديسيبل. خدنا الفرق بين الهورن والبيل والسبيكر والستروب. خدنا نوع اسئله مختلفه زي السويتش بتاع الووتر فلو والسويتش بتاع السوبرفايزري والسويتش بتاع اللو تمبريتشر او بتاع اللو ليفل ووتر. وخدنا انواع الهانجرز المختلفه, سوري, خدنا انواع البي ام اس وبتوصله ازاي. وهنا خدنا الصيانه بتعمل لها ازاي لنظام الالارم, يا اما صيانه دوريه بيسموها فيجوال انسبكشن, يا اما تيست. كل واحد من دول تيبل خاص بي, يقول لك كل كام شهر او كل قد ايه بالظبط, كل مثلا انيوالي او اقل مثلا كل 6 شهور او كل 3 شهور او كل شهر. وخدنا الفرق بين الريلابيلتي والمينتنس, وده اللي بيحدد عمر البطاريه. خدنا الووتر بيز انواع التنكات السكشن والجرافيتي. خدنا يعني ايه اير لوك وازاي نتجنبها. اتكلمنا فيها هنا عن انواع المختلفه اللي بحسب بيها كميه الميه, يا اما الاي اس او او الاي واي يونيفرستي او الينويس, وبحسب ازاي او سوري بقيس ازاي البريشر في الاوبن سيستم بالبيت تيوب او كلوز سيستم عن طريق بنشوري اورفيس. وخدنا طبعا فاندمنتالز اوف فلويد ميكانكس او هيدروليكس. وخدنا درس ايكويشن الهازم وليام ايكويشن والسي فاكتور وبرنولي وكونتينيوتي. وخدنا فريكشن لوس تشارت وكيفالنت لينس عند سي فاليو معينه. وخدنا طبعا طريقتين في الديزاين, يا اما بايب سكيدول يا اما هيدروليك, عن طريق التيبل وعن طريق الشرطات حسب الهازر طبعا. خدنا البمبات وانواعها المختلفه والليس الكباستي حسب الان بي اي. عندك مزدرس بليت كيس, عندك فيرتيكال تربين, وعندك الفيرتيكال لاين, وعندك ان سكشن. وخدنا الفرق بين الليف فالف والسيركيشن الليف فالف, والكيرف بتاع البمبات باختلافها, واهم 3 بوينت اللي تشيرد اللي هي شوت اوف والريتنج والاوفر فلو, تاثير الامبيلر ديزاين على الكيرف على الفلو على البريشر. وخدنا يعني بريك تانك, وخدنا الهورس باور كيرفز وازاي بقلل الهورس باور حسب الارتفاع على سطح البحر وحسب البريشر, وازاي بحسب بريك هورس باور للبمب والكفاءه الهورس باور عن طريق الهيد والفلو ومسير الجرافيتي. وخدنا البرايمري باور سبلاي اللي مقبول من ان بي اي ولازم يكون ريلايبل, وقلنا ايه هي شروط الريلايبل الاربعه. وخدنا الكنترولر بانواعه للديزل والكهرباء والجوكي. وخدنا عليه كرانكينج تيست حسب ال ان بي وحسب ال بي سي بي في اوروبا. وخدنا انواع السبرينكلر زي الاي اس اف ار واللارج دروب والبيكر ترانك.
والسايد وول والريسيسد والفلاشد وستاندر سبراي وانواع السبرينكلر سيستم مختلفه زي الويت والدراي والدليوج والرياكشن. وخدنا الهانجرز والسبورتس وعملنا زي سيليكشن على مسافه قد ايه ماكسيمم سبيسمنت او ماكسيمم ديستانس والترابيز هانجر بيعمل له زي سيليكشن عن طريق تو تيبلز المشهورين. خدنا اخر حاجه في الوتر بيست الستاند بايب والوتر ميست. خدنا ستاند بايب اللي هم الثري مين كلاسز 1 و 2 و 3 وازاي بحسب الفلو ريتس والبريشر وبحط الهوز او اللاندنج فالف على اي مسافه بالظبط. وناخد محاضره رقم 5 والمحاضره الاخيره خدناها النهارده. طبعا ده كان كورس شامل 6 محاضرات كاملين. المعلومات اللي فيه يا شباب معلومات قيمه جدا تخلي اي مهندس بروفيشنال في الفاير، طبعا غير اي كورس ثاني هتشوفه خالص في الفاير. حتى ان البي بيدرسوا بس هاو تو سولف ذا اكزام، ازاي تحل بس اسئله الامتحان. فانت ممكن يكون عندك سي اف بي اس سيرتيفيكيتس بس في انترفيو حد يقول لك مثلا بعمل ريدكشن للهورس باور ازاي ديزل بامب، ما تعرفش. يقول لك مثلا الفرق بين الجيت فايرز الفليم سوري الفلاش فاير البول فايرز، الفرق بين الكومباكشن البايروليسز الفليمنج السمولدرنج، حبه كده حاجات سهله جدا بس انت خدت شهاده بس عشان انت عملت مثلا براكتس للاكزام. لكن لو انت مثلا شفت المحتوى بتاع الفوليوم 1 و 2 وخدت فيه يعني امعنت فيه وذاكرت فيه كويس هتلاقي نفسك بقيت بجد في الفاير يعني بروفيشنال سبيشالست، هي اسمها سيرتيفايد فاير بروتكشن سبيشالست، يعني واحد متخصص في مجال الفاير بروتكشن. احنا عندنا عملنا حاجه ظريفه، يعني عملنا حاجه اسمها ميني بوك. طبعا انتوا عارفين الكتاب بتاع الفوليوم 1 و 2 بتاع ان بي اي 3500 صفحه، فاحنا لخصناه كله 385 صفحه يعني حوالي شلنا منه 90%. اوكي وخدنا كل الصفحات الخاصه بليكشر 1 جمعناها ليكشر 2 جمعناها، فالكتاب كله بقى 300 حوالي 75 صفحه. اوكي وبرده عملنا حاجه مهمه جدا الاكزام نفسه، عملنا موج اكزام. اوكي الامتحان نفسه باسئله مختلفه اللي يحلها طبعا يخش ينجح على طول. وخدنا كسبورتنج دوكيمنت الفاكت شيتس الخاصه بالفاير الارم والفاكت شيت الخاصه بالفاير بامب والفاكت شيت اللي خاصه بالفايل اكسنشر، طبعا كل ده من ان بي اي، والفاكت شيت الخاصه بالان بي 13 اسئله مختلفه وطفايات الحريق طبعا حسب الكلاس وحسب زي ما قلنا البيزك والاكسبل والمسافه معينه قد ايه والسهل على بعض قد ايه. وطبعا خدنا الفوليوم الرئيسي 1 و 2 بكل الشباتر والسكشنز اللي فيه واهم الصفحات، يعني كورس يعني غني جدا بالمعلومات، يعني كمية معلومات رهيبة جدا في الكورس دوت. فحتى لو انت خدت الكورس او ما خدتش الكورس انت كده عرفت المحتوى العلمي اللي يخليك مهندس اولا فاهم، تاني حاجة تعرف تجتاز الامتحان. بس احنا اهم حاجة عندنا الليرنينج بيفور ايرنينج، يعني تتعلم الاول قبل ما تاخد شهادة، يعني احنا قلنا فهم وعلام قبل الاكزام، ده اللي بيميزنا. وان شاء الله انت لو خدت الكورس او ذاكرت مع نفسك حسب ما احنا منزلين 6 ليكتشرز سمري هتلاقي نفسك بجد بقيت فاهم فاير، وفي نفس الوقت عندك القدره انك تنجح الامتحان ويكون معاك سي بي سيرتيفيكيت. طبعا زي ما قلنا هي اعلى اعتماد في مجال الفاير بروتكشن. ولو حد عنده اي سؤال او عايز اي سبورت احنا موجودين سواء خدت الكورس او ما خدتش الكورس معانا. اوكي بس والف شكر لكم وان شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم.